بالقرب من المقبرة الوطنية نوتخ دان دو لوغيت، مقبرة كبيرة لكنها أقل جذبا للاهتمام. المقبرة الألمانية في نوفيل سان فا تعتبر أكبر مقبرة في فرنسا، تضم حوالي 45 ألف قبر، معظمها لجنود ألمان شاركوا في الحرب العالمية الثانية. المقبرة الملقبة بالبيت الأبيض تعتبر كذلك أكبر مقبرة في أوروبا. المسؤول عن المقبرة يقول: بعد الحرب قالت فرنسا سنساعدكم على جمع جثث الضحايا. ألمانيا لم تكن منظمة حينها، ثم قالت فرنسا سنقوم بذلك من أجلكم. القرية تم تدميرها خلال الحرب العالمية الأولى، ولكن أعاد بناؤها بعد ذلك لتحافظ على تاريخها بمساعدة العمدة السابق للمدينة دونالد براوسكي، الذي حول منزله إلى متحف مخصص للحرب العظمى. من بين القصص التي يرويها مشهد التأخي في عيد الميلاد في العام 1409، القبطان الألماني بعث رسالة يقول فيها: نحن نشرف على علاج الجرحى، إنهم معنا وبإمكانكم القدوم من أجل دفن جميع الموتى. موفدة يورونيوز للمقبرة لورانس ألكسندروفيتش تقول: على الرغم من المصائب التي وقعت هنا نوفي سان فا، القرية الصغيرة ترغب في أرض للمصالحة. كدليل على ذلك عقدت هذا اليوم مراسم وضع إكليل من الزهور في المقبرة الألمانية للمرة الأولى منذ العام 1609.